فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق مثلا، فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس بدون صلاة؟ إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق أو نحوها، هل أصلي تحية المسجد؟ هذا وقت نهي مختلف فيه، هذا وقت نهي مختلف في تحية المسجد فيه، لكن إن جلست فلا بأس وإن صليت فلا بأس، لأن كل فعل له احتمال من الأدلة. نعم.